دي كلمة بيقولها مواطن عادي مش فني. خدت بالك؟ أنا هنا بقالي 4 سنين مفيش حاجة اسمها الماسورة انفجرت. ده بيبقى مسامير اللي هي التربيط بتاعة الفلانشات، واخد بالك؟ دي بتتاكل، فالمية بتلتقي مكان ضعيف بتتسرب منه. تمام؟ بنكشف احنا على المكان ده وبنغير، بنشيل المسمار اللي متاكل وبنركب مكانه جديد. طب يعني هي السبب تاكل المسامير ده مش المفروض تبقى مسامير مقاومه للتاكل كده؟ هي المفروض ده بتبقى مسامير مقاومه، واخد بالك؟ لكن مع الوقت، واخد بالك؟ وموضوع الصيانه ده المفروض ان في دايما الشبكات بيبقى لها صيانه دوريه، والا ما كانش يبقى فيه صيانه، واخد بالك؟ يبقى المشروع انا بعمله وبمشي ويتم فيه اللي يتم. لا، ده انا مجرد ما بمشي، واخد بالك، من المشروع بيبقى فيه حاجه اسمها فرق صيانه، واخد بالك؟ بنت حاجه شكلها بيكشف عليها وبيصلح. تمام، شكرا.